السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده وكويسين وكل فيديو طيبين. ورجعت لكم اجلب فيديو جديد يا رب يعجبكم ان شاء الله. قبل اي حاجه نصلي على النبي عشان ربنا يبارك لنا في كل شيء. فيديو النهارده يا جدعان هندي اول فزعه للزغاليل. انا بصور المقدمه دي بعد لما صورت لكم فهتشوفوا كل حاجه. اهم حاجه يا جدعان اللي انا بعمله ده كله واللي انا مسايب شبابات مع الزغاليل، انا كذا مره قلت لكم في فيديوهات ان انا مش ماشي باصول قوي، ان انا ما حاوليش غيات ولا حاوليش اي حاجه، فانا يعني بحسس نفسي كده بمتعه واني بعمل مغامرات ان انا لوحدي فمفيش حد، وادينا بنشوف حاجات جديده ونفع، المهم انها نفع. فانا مش ماشي باصول قوي هنا الغيه عشان ما حواليش حد، والحمام هيطير وهيبقى زي الفل. بس استمروا معايا في الفيديوهات وهنشوف، فمحدش يجي يقول لي انت بتعمله ده غلط. ومش غلط عشان انا عارف، بس طالما ما بضرش حد وما بضرش حمامي وفي نفس الوقت الحمام بيطير ونافع معايا خلاص. اهم حاجه يا جدعان في قناه تحت هسيبها لكم في صندوق الوصف، قناه مهند محمود صاحبي يا جدعان، الراجل ده يعني محترم جدا، داخل في 9000 مشترك، عايزين نروح ندعمه عشان القناه بتاعته حصل فيها دروب كده، هتشوفوا هناك وهتفهموا كل حاجه. اشتركوا وقولوا في الكومنتات احنا تبع يوسف صبحي، ويلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا. طيب يا رجاله، اول حاجه هنفتح للشبابات بتاعتنا ونقول بسم الله. المفروض كنت بفتح من تحت لفوق، يلا ما علينا. يلا يلا يا بابا، يلا حبيبي، يلا اخويا، يلا باشا، يلا حبيبي. ماشي، هنعرف بقى دلوقتي يا جدعان اني فرد فيهم اللي بيركن واني اللي بيطير، عشان هنشوف. عشان طبعا ما نيجي ندي الزغاليل ما ينفعش نشوف حاجه بتركن، عشان لو ركن النهارده تاني خلاص كده كل سنه وهو طيب، هنشتغل معاه بطريقه جديده خالص. اعطيناهم كده يا جدعان صفاره كده النهارده. امك ماشي. طبعا دولك يا جدعان نزلوا، ما علينا، اللحمه نزل الحلس اهو. ماشي، هنشوف ايه اللي هيدور معاهم النهارده. طبعا يا جدعان ادي واحد تاني نزل كده، اربعه نزلوا، ادي واحد نزل والكركان دوك ماشي، والحلس نازل ما نزلش، ما علينا. هنديهم برضك كرشه تاني يا جدعان، بصوا الكركان دي نزل اهو. طيب اللي نزل ده اللي احنا ملونينه بالاحمر تمام، والحلس نزل، ناقص الكركان دي تاني. لو ده اللي ركن يبقى احنا كده عرفنا ايه اللي بيركن وايه اللي ما بيركنش يا جدعان تمام. شوف بس هينزل النهارده ولا لا، خليكم معايا خطوه بخطوه، مش هوقف حاجه على الله. كده دولك كلهم نزلوا، هو عايز ينزل يا جدعان، مش عارف هو شكله، هو ده اللي بيركن، ان النزله بتاعته صعبه عليه، النزله بتاعته صعبه عليه. هو فين؟ هو فين؟ طبعا لو نزل على الظهر مش هديهم فزعه تاني تمام. بس انا ممكن اعمل ايه بقى، حاجه تاني كده يا جدعان، نديهم فزعه تاني حلوه كده عشان هم ما لحقوش. بس كده يا جدعان فزعه حلوه كده اهي، تقومهم كده كلهم يلموا بردك في بعض. بص اهو يا جدعان، حتى ايه لازم قطيفه بردك يلم في وسطهم، واللي عايز ينزل ينزل. جدا نزل، واخوه جاي نازل، لازق قطيفه برضه جه نزل، الاحمر جه نزل، كركند التاني دوك. يبقى يا جدعان ده اللي بينزل اهوك، ابو ديل الاحمر ده هو اللي بينزل، يبقى التاني هو اللي بيركن اللي هو ايه طاير مع نفسه. يبقى كده مفيش غير الحلس تمام. طيب النهارده كده الحمام يعني ايه، بص الحلس واخد في وشه وما بيسميش، الحمام كده النهارده مش قادر يطير تمام. اكيد في سبب، اكيد في حاجه، ما علينا مش هنطول عليهم. كراكندي والحلس كده هما اللي طايرين، ادي الحلس اهو تمام، الحلس طاير اهو. والكراكندي فين؟ الكراكندي فين؟ طيب اللي هيخليني بقى الكراكندي يا جدعان طاير، اللي هيخليني ادي الزغاليل دي فزع كده وكرشه من دلوقتي، اللي هيخليني ادي الزغاليل دي كرشه من دلوقتي،
حاجه واحده بس يا جدعان، ان الاصوص الكام فرد دولك بيتوهوا وينزلوا، فهيلموا بعض، فنلحق كده نفتح لهم يا جدعان. بسم الله. اهو كده يا جدعان زي ما احنا شايفين. ما شاء الله. تمام كده يا جدعان. بصوا الحلس فين؟ الحلس اهو. كركندي منزلش لسه طاير. ده الحلس. طيب كده الزغاليل كلها طلعت. تمام يا رجاله؟ تمام. بصوا الحلس ما شاء الله ابتدى ايه؟ يسخن شويه. الكركندي برضك هتلاقيه طاير، بس مش عارف هيبقى طاير فين. اهو يا جدعان الكركندي اهو. ما علينا. اللي يسخن يسخن والحلس هناك اهو. طيب ندي دولك فزعه، بس قبل ما ندي الفزعه في حاجه مهمه قوي لازم نعملها. طب يا جدعان على ما دخلت جبت حبه كلفه. بصوا الازرق طاير اهو، لسه ما عطيتش اي فزعه ولا اي حاجه. الازرق طاير والانجليزي كان طاير. هما اهوك والله ما عملت اي حاجه لسه. بصوا بجيب لهم حبه كلفه لسبب، عايز بس ايه انقلهم كده على الظهر اللي هو حاببهم في الظهر. بس بص هما اصلا بيقوموا لوحديهم اهو. تمام ما شاء الله. وايه ده؟ فرد ده بتاعنا ده. ده في حمام اصلا امن على الظهر، في حمام امن على الظهر. طبعا مفيش حاجه راكنه. طيب اللي هنعمله ايه بقى يا جدعان؟ بصوا ثلاثه هم طايرين، هنعمل ايه بالكلفه كده بتاعتنا اللي هو ايه، حبب بس الحمام كده ايه على الظهر شويه، سيكه بس مش كتير. تمام. بصوا بصوا جاي يرمي نفسه ازاي. اهو يا جدعان برضك الاتنين التانيين هم طايرين. بصوا كده اهو على الظهر ايه، نحببهم كده في الظهر. تمام. بس خلي حبة الكلفة دي كده ايه في ايدينا عشان برضك لما ينزلوا. يلا بس دي كده يا جدعان نكشة خفيفة، نكشة خفيفة. تمام. اللي هو ايه مفيش حاجة قامت، بس ايه بديهم سيكة كده برضك. نديهم سن الكلفة يا جدعان، هنديهم برضك نكشة تاني بس سن الكلفة كده اهو، اللي هو بحببهم في الظهر ما خوفهمش من الظهر. طبعا الكراكندي والحلس. بص 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 الحلس جاي من نفسه ازاي. ماشي كده يا جدعان سن الكلفة، الحلس جاي اهو. تمام. الكراكندي هيجي يرمي نفسه ولا لا؟ الكراكندي اهو يا جدعان راح راكب. بس يبقى انا كده عرفت عني كراكندي هيتم التعامل معاه كده يا جدعان من بكره ان شاء الله. مش هياكل النهارده لما اجي انزل الزغاليل دي، مش هياكل النهارده، وبكره هيتحط في تشار في شياله كده تشار عشان خاطر ما يعملهاش تاني، وهو كده كده مش هيعملها تاني. اطلع بقى عشان نديهم نكشه كده كمان. طبعا يا جدعان اللي بعمله ده كده كله حاجه بسيطه. اللي هو ايه، بصوا انا مش عايز اخوفهم، كل مثلا ما حاجه زي كده نديهم سن الكلفه. مش هينفع في حاجه زي كده يا جدعان اديهم بعصايه، هضيعهم. اه بايدي الحمام واخد عليا فبايدي احسن. يلا بقى بسم الله بسم الله بسم الله. اهو كده يا جدعان. بس مش هقدر اعمل اكتر من كده النهارده، كده مش هقدر اعمل اكتر من كده النهارده. بصوا بقى يوم مع التاني مع التالت الحمام ده كده كله فزعه، يعني كل يوم هنديله فزعه في اتنين زي كده، الحمام كله هياخد في بعض وهيطير. انهم عاملين كده اهو يا جدعان. بس كده نلعبهم بقى، نبتدي نلعبهم. والكركندي كده اللي هناك ده انا عرفته اني واحد. الكركندي ده يا جدعان اللي بابه هنا اللي هو اول باب. تمام عشان تبقوا عارفين لما اجي ايه افتح له. وبس كده يا جدعان نسيبهم شويه ونشوف هنعمل معاهم ايه تاني. طب يا جدعان في حمام قام يهوي كده لوحده. بص اهو من غير ما اعمل اي حاجه، ثلاثه قاموا كده هم لوحديهم من غير ما اعمل اي حاجه اهو. بصوا اهو جم رموا نفسيهم الحلبي. بس في واحد تاني كان طاير اهو يا جدعان. لزق جماعي حمام النكشه اللي اعطيتها له جرأته انه يقوم من على الظهر، جرأته انه يقوم من على الظهر، يعني ثلاثه قاموا ونزلوا. وهكذا بقى هنفضل شغالين معاهم يا جدعان لغايه لما بصوا اجي نديهم فزعه كده نلاقي الحمام ده كده كله راكب السحاب. وطبعا الكركند زي ما قلت لكم هيتم التعامل معاه اهو يا جدعان ما شاء الله. بس نبتدي بقى نعمل ايه الحاجة الجميلة بتاعتنا
اللي هي اللي هي يا جدعان احنا جبنا الكلفه بتاعتنا اهيك في الساق بتاعنا اهو تمام، ونبتدي بقى نلعب. بص الحمام اصلا جالي فين، نبتدي بقى نلعب الحمام ده شويه تمام. طبعا الحاجات دي كلها يا جدعان بتخلي الحمام لما تيجي تديله فزع، انا عملت كده امبارح عشان كنت ناوي اديهم فزع النهارده، ان انا بحببهم في الطاجن. بصوا كده اهو نبتدي ننقلهم. لا انت اطلع لي فوق، اطلع لي فوق، مفيش نزول ما تنزلهم ليش. لا لا حبيبي، لا حبيبي مش هنا، ما تضحكش عليا جدع. مستعدين يا اطفال؟ يلا اهو بصوا نقلهم على الظهر كله. بص اهو يا جدعان نقلهم على الظهر قصادي اهو. بصوا خلي بالك الحاجات دي انا بقى يعني انا بقصد ان انا اخليهم جنب هنا يا جدعان لسبب واحد، ان انا اخلي الحمام دوك يحبني. بصوا يقعد بقى يتنقل على الظهر هنا وهنا. بص ننقلهم هنا، اوعوا تنزلوا البيت اللي تحت، الكلفه واحد. اه كده يا جدعان. بص انا عايز اعيشكم في جو النش وجو تطيير الحمام، بجد حاجه جميله قوي 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 يا جدعان ما شاء الله. بصوا الجو ده مع غروب الشمس حاجه يعني الله اكبر يعني. اهم حاجه تكونوا انتم مستمتعين يا جدعان من الفيديو. اه خلي بالك ده مش غلط، ده مش غلط، انا كده في بدايه طبعا، ده مش هيبقى على طول يا ابني. مفيش كلفه تحت. الله طبعا اللي بعمله ده يا جدعان مش غلط، انا بحبب الزغلول في الظهر. طبعا الحوار ده مش هيبقى متكرر، الحوار ده مش هيبقى كتير، الحوار ده هيبقى فتره واحده بس، وبرضك هنديهم فزع تاني بس في الاخر خالص قبل ما نيجي نقفل عليهم او نحبسهم تمام. بص بقى احنا هنعمل حاجه حلوه كده دلوقتي، هنجيبهم جنبنا هنا اهو اهو يا جدعان. واحد بس اللي جه طبعا ده ما بيتقش زي ما احنا عارفين. اه نجيبهم هنا نخليهم يشوفوا كل زاويه في الغيه والكلام ده كده كله. بص يا جدعان حاجه ايه بسيطه كده، اللي هو ايه يتنقلوا من هنا لهنا، مش عايزهم يقوموا دلوقتي، انا عايزهم يحفظوا الظهر يتنقلوا عليه في كل حته. طيب تعالوا بقى نديهم اخر واحده ونسيبهم بقى يريحوا الظهر شويه عشان ما يشبعوش. يلا كده كل جمع يلا ادي انت وهو. اه بس مش عايز والله يا جدعان ما عايز اخوفهم، بس انا واثق ان لو هشيته مشى مش هيحصل لهم حاجه يعني. بصوا ولد ولد بس كده ايه، مش هضغط على الزغلول، والكركان دي جاي هناك اهو اهو ده قام ونازل، مش هضغط كده عليهم يا جدعان، هم كده مش عايزين يقوموا وبس. نسيبهم بقى شويه وارجع لكم تاني عشان خاطر نبيتهم وبس كده يا جدعان. لعبناهم شويه والكركندي طبعا جه، طبعا الكركندي ده هي خلاص هياخد استماره 6 لغايه اما يتعالج، هنسيبه يومين 3 نطلع عين ام اللي جايبينه. النهارده مش هياكل، النهارده مش هياكل، هنحرمه من الاكل، وبكره هنحطه هنا على في الشياله. هنشوف كل حاجه بكره ان شاء الله في الفيديو يعني الجاي باذن الله. اللهم صل على النبي. تقول لكم ايه، اه هنحطه في الشياله يوم واثنين وثلاثه، واليوم الثالث هنفتح له يا جدعان وهنشوف، ومش هنفزعه يعني، كمان هفزع الحمام وافتح له ما يتفزعش، يطلعوا ما يطلع مع الزغاليل. بعد كده يا جدعان اصلا لما اجي اطلع الحمام ده كله هطلعه كله مره واحده، مش هطلعه يعني شبابات الاول الكلام ده الاول كده، انا ايه طحنت الحمام ده في بعض، عودته على بعض تمام يا جدعان. بس كده مش هتقل عليهم، عشان طبعا لو رخمت عليهم اكتر من الترخيم اللي انا رخمت عليهم النهارده ده هيروحوا يركنوا لي هنا يركنوا لي هنا يركنوا لي هنا. طبعا يا جدعان اللي هو اعطيتهم كذا فزعه وما خفتش عليهم بسبب ان الفتره اللي فاتت بحببهم فيا وفي الظهر والكلام ده كده كله. وبس كده يا جدعان مش لازم ننزلهم مع بعضكم كده النهارده، كانوا فين دول؟ شكلهم كانوا على السطح، مش لازم بقى ننزلهم النهارده كده يا جدعان معاكم. هقعد بقى استمتع بيهم شويه وبعد اذان المغرب انزلهم. وده كده يا جدعان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استمتعتم بيه، حاجه كده جميله مع نش الحمام. ما رضيتش اخش السلاكه خالص جوه، خلينا كده هنا ايه مع الشبابات. وده كده الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم، وكان معاكم يوسف صبحي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.